ترسيخا لثقافة الاعتراف ونفض الغبار عن التاريخ المنسي، تم إجراء يوم الأحد 27 مارس على الساعة 11 صباحا بملعب دار الشباب مقابلة بين قدماء فريق الحسنية وفريق قدماء الوداد، وقد ختمتها بحفل تكريم السيد عبد الواحد مدموغ اللاعب والحكم، والذي نظمته جمعيات محبين لكرة القدم لاعبي الحسنية والوداد. وقد حضر هذا الحفل منتخبون وتلة من محبين ولاعبين القدماء وبعض الشخصيات من عالم الرياضة ممن عاصر هذه المرحلة الذهبية بكل ذكرياتها. وقد ساهمت في هذا التكريم جمعية النجوم الصاعدة. المغربية بريس، أنا سي عبد الواحد. شكون سي عبد الواحد على التكريم اليوم عطيتو لي؟ هاد التكريم داروه لي الفريق ديالي ديال الفريق كان المدرب ديالو داروا لي هاد التكريم، تنشكرهم بزاف، تنشكرهم على هاد المنبر المغربية بريس على هاد التكريم اللي داروا لي. وانا بديت كلاعب كره مع فرق الاحياء، شويه كان عندي واحد الميل ديال التحكيم، وفعلا بديت في التحكيم كهاوي سنه 77-78 تقريبا، بديت كحكم هاوي. كنت نقود شي مقابلات هنا ديال فرق الاحياء سيدي حيا، كانت سيدي حيا كانت زينه بفرق الاحياء، وكانوا كانوا يديروا دوريات في المعتبرين من المستوى، وكنت نقودهم. كان عندي تحكيم شويه مزيان فعلا، بقيت الى ان 85 كان الاخ حيدر دريس كان حكم لعصبة الغرب، كان دخل قدامنا شويه سبقنا التحكيم كحكم محترف في عصبة الغرب، شويه طيح علينا الفكره باش ندخلوا كحكام اساسيين. فعلا لبينا الدعوه للسيد حيدر دريس، نشكر من هذا المنبر انا والجوزي عبد الله الصحفي المتميز، نشكره حتى هو من هذا المنبر. دخلنا التحكيم على صعيد العصبة سنه 85، بقينا لاعبين مع الحكم حيدر دريس كحكام الشرق. فعلا حتى بقينا لاعبين معه حتى تقريبا 95-96، وحبسنا التحكيم شويه صافي. هادشي اللي كان يا اخي. شنو الشعور ديالك وانت اليوم كتتكرم في هذه المقابله اللي كتسترجعنا للثمانينات والتسعينات بين الوداد والحسنيه؟ شكرا شكرا سي رشيد. يا اخي شنقول لك، الانسان واخا يعبر ما غاديش يعبر على هاد الفرحه اللي انا فيها اليوم سيد سعيد، بهاد التكريم اللي داروا لي الفريق ديالي، فريق لان كنت مؤسس ديالهم. الفريق الوداد كان يلعب في الثمانينات، كان بين الفرق الاحياء القويه، وكنشكرهم من هذا المنبر، وكنشكر الفريق الحسنيه، وكنشكركم انتم الاخوان سي محمد والسي رشيد، وتحياتي والسلام عليكم ورحمه الله. قبل المغادره لا تنسى الاشتراك في قناه مغربيه بريس والإعجاب بالفيديو لكي تتوصل بكل جديد.